القيادة بتتخذ قرار والشعب بيتحمل النتائج الوخيمة. هذا الحكي ما بيجوز. هني بيتخذوا قرار وبيحتاروا وين بدهم يحطوا أموالهم وبأي عملة وبأي بنك أو سبائك ذهب، والشعب بيحتار برغيف الخبز ولقمة العيش. تقول عم نلعب طمامة نحن ورغيف الخبز؟ وين احترام رأي الأكثرية؟ وين حماية الأقلية؟ انتوا طول عمركم ضاربين بالأكثرية عرض الحائط، منين بدكم تحموا الأقلية أو تحترموا رأيهم؟ نحن عاملين حسابنا إنه أسوة بغيرنا عم نختبر صبركم، بس إيه صبركم نفذ بينا بسرعة. بالله ما بدكم تصفونا واحد واحد؟ أكيد بدكم تصفونا واحد واحد، ونحن منجمل للمسألة دائما. هذا الغاز موفر والحمد لله، المي كمان يا سلام ما أكثرها، وهاي مو دعاية للبطارية، هاي كهربتنا، هاي كهربتنا. من شو بيشكي بالكلانسي؟ الخيانة جريمة والتعامل مع العدو جريمة، لكن الخيانة الأكبر هي النفاق والمنافقين. بيعرفوا حالهم واحد واحد ونحن نعرفهم، واليوم لهم صفة مميزة، لسان طولان. شكرا.